في الفيديو غادي ندوي مع الناس اللي بغاو يبداو التجاره ديالهم. اليوم جبت لكم واحد البروجي اللي تقدر تبدا غير 500 درهم. ضروري تكمل الفيديو حتى الاخر وما تزقش الثانيه باش انك تاخذ النيميرو التليفون ديال الجمال اللي غادي نبارطاجي معكم. هذا البروجي راه ناجح 100%، وستيشو ملي كيكون البيع والشراء عنده علاقه مع العائلات كيكون ناجح 100%. دونك غادي نعطيكم دي استراتيجي اللي تخدموا بهم. غادي نخلي لكم النيميرو التليفون ديال الجمال حتى لي برودوي اللي عنده، راه لي برودوي مزيانين وخدامين. ستيشو هذا البيريو كيكون عليهم اقبال كبير، داكشي علاش اليوم جبت لكم هذا البروجي باش تكون قوه تعاون راسك وتخدم على راسك. دونك غادي نقول لكم اول حاجه غادي نهضر فيها، وانه فهمتي بزاف ديال الناس كيقول لك انا باغي ندير البروجي ولكن ما نقدرش ندير الفراشه، انا ما عنديش محل ولكن ما يمكنش ليا ندير الفراشه. انا غنقول لك اسيدي، كتلقى مثلا راجل كبير، في عمره 55 عام، كتلقى هاز تيشورتات وهاز سماطي وهاز تقاشر وكيدور على القهاوي، كيبقى النهار كامل هو كيدور على القهاوي وتيجي بالمبيعات ديالو. دونك تخيل معايا راجل مسن وخارج كيترزق الله، ما عندك انت اللي باقي صغير ما قادرش انك فهمتي دير واحد البروجي ديالك وتعاون راسك ودور انت على القهوه. هذه احسن استراتيجي اللي تقدر تخدم بها. دونك تقول لي وانا ما نقدرش صحابي يضحكوا عليا وكذا، الراجل هو انه اللي كيخرج كيدمر. كاينين الرجاله اللي كيفيقوا مع الصباح، انت كتكون باقي نعاس، ولكن وحدين اخرين كيفيقوا مع الباب ديال الصباح كيمشيو للكراج علال وكيتقداو السلعه وكيخرجوا وكيترزقوا الله. راه كاين بزاف ديال الطرق تقدر تخدم بهم. انا كنقول لكم من احسن استراتيجي اللي تقدر تخدم بها. دونك ما قدرتيش دير فراش اللي تقدر توقف غير ساعه المكانه، غادي تخرج غتوقف غير في راس الدرب ديالكم، غادي تبدا تغوت تقول لهم مثلا انا ريكلام كذا كذا، غتجيب المبيعات ديالك. وسيشو البيع والشراء ملي كيكون عنده علاقه مع العائلات كيكون ناجح 100%. وما يمكنش تقول لي ما غاديش نبيع، راه ملي كتكون غير ناس كيكون شي واحد كيبيع الحوايج ديال العيانات كتلقى الجوق عليه وكلشي مكبوب عليه وكلشي باغي يتقدى. ولا بلي باغ فيهم شكون اللي كيتقدى؟ غير البنات والعيالات هما اللي كيمشيو عند السيد اللي كيبيعوا الحوايج ديال العيالات. دونك حتى انت تكون راجل وتنوض تنتايا غير ساعة المكانة حتى المغرب، تتفوت المغرب اسيدي ونخرج نفرج ديك الفريديشة ديالي، نجيب وليدات صغار ولا انت راس. دونك فهمتي باش ما يكونش كريتيك بزاف، نوض غير انت بوحدك، انت شغوت ريكلام كونكوا اشنو كاين وشنو كاين، كون متاكد بان غتنوض عندك الجوقة وغادي تخدم، وكون متاكد 100%. كنعاود ناكد لك بانك غادي تبيع. شي تجيب غير 100 درهم في النهار، وعندك رباح، ولا قاشه التليفون وجالس في القهوه وما كاين ما يدار وكذا، ولا سينو غتمشي تخدم في شركه وغتبقى ديما تحت منهم. دونك ملي كتمشي تخدم عند الشركه هذه ما كتسنى الصالير ديالك حتى لاخر الشهر وكتخلص فهمتي. ولا بليباغ فيهم كاملين كتعرفوا بان فهمتي لا بليباغ دابا كيمشي كيدفع السي في ما كيتقبلش، ولا كيشدوا ديك السي في كيشرقوه ولا كيلوحوه، كل واحد وكيفاش كيدير الاستراتيجي ديالو. دونك علاش لا انت ما ديش النفس وتنوض تخدم غير من الفراشه؟ شي قسما بالله العلي العظيم كنحلف لكم بالله، الا كنعرف شي واحدين صحابي انا بداو غير من الفراشه، تخيل معايا بداو غير من الفراشه ومن بعد جمعوا راس المال وداروا محل ديالهم، ودابا فين واصلين؟ خدامين مخيرين، كتلقى كيطلع الكازا مرارا وتكرارا كيجيب السلعه وكيبيع. دونك علاش بهذيك العزيمه والرجوله ديالو اللي كانت كتخليه يدير الفراشه وما كانش كيتسوق لعباد الله؟ دونك فاش كنقول لك ما تسوقش لعباد الله وما تبقاش تسوق لعباد الله، باغي دير شي حاجه ديرها. شي لكتي لكتي فهمتي راجل وباغي تطمح وباغي توصل لشي حوايج، واحد الحاجه في دماغك باغي ديرها ديرها، ما تفكرش. دونك عمرنا ما بقاو نسوقوا للناس، حيت لا بليباغ ديال الناس راه ما يبغيوش لك الخير، راه حتى واحد ما يبغي لك الخير من غير والديك وعائلتك. دونك انا الفيديوهات اللي كندير غير تحفيزيه وكنشجعك باش تنوض تخدم، وما تقولش لي يا خويا كتهضر بزاف. انا هاد الفيديوهات كندير كنهضر معاكم قسما بالله اللي كتخرج غير من القلب. علاش؟ انا فهمتي كيف ما كنعرف واحد المعلومه نبارطاجيها مع خوتي، كنعرف النوامه ديال الجماله عندي الكونتاكت ديالهم نعطي خوتي، ما عنديش مشكل. علاش؟ باش تنوض تخدم ترى غير تاخذ غير 100 درهم شي تبيع وتدخل 100 درهم، شي مثلا تاخذ غير مثلا تقدي شي وتدخل شي لداركم وتعطي شي للوالدين ديالك، ومتاكد 100% بان فهمتي خبزك غتكبر عند والديك ورضا ديال الوالدين، راه ما كاين محسن منه. ربحتي بسبب والديك، خسرتي بسبب والديك. دونك الانسان يتوكل على الله ويترزق الله. دونك باش ما نطولش لكم في الفيديو، شوفوا لي هاد الجمال وقولوا لي الراي ديالكم، واذا كنتي اول مره غتشوف هاد الفيديو ما تخليش ما تنساش تابونا في لاباج، وانا الفيديوهات اللي كنديرهم غير تحفيزيه. السلام عليكم خوت، جيب لكم احسن معمل واحسن كاريتي ديال الخيط بالنسبه للونسومبلات لي كاب اللي بغيتي اختي العزيزه. خويا العزيز مرحبا بك. بالنسبه للثمن، الثمن الاول ديال الجمله، ولا بغيتي تسقات كاين تسقات. هذا عندنا لونسومبلات، اي لونسومبل كاين هنا موديلات ديال هذا العام اللي طالعين ستريول كيدير ديال الخيط توب، راه وافي البروميير ماشي الدوزيام. بس نقول لك كاش حاجه طويله القصير، عندنا لي كاب توفي الالوان لونسومبلات، اي لونسومبل هنا بحسن ثمن موديل فرق بزاف بالعدد. دونك غتلقاو هذاك الشيء وتلقاو النمره وفي كازا المعمل الكبير، اي لونسومبل احسن ثمن. بالنسبه للكاب، كاب في الالوان في العدد ديال القطن، عندك كاب قطن وافي، كاب لونسومبل الكسوه اللي بغيت، قلت لها السلعه راه كاينه. ثمن بالنسبه للثمن طيح بزاف، ثمن زوين كاليتي زوينه، كيبيع السيد كوريات. ها هي الكوريات تما اي لونسومبل حضرنا عليك، واي بياسه احسن كاليتي بغيتي تبدا جرب وعلى معاك. مرحبا بك، النمره تلقاوها تما وشات تلقاوها تما.
مرحبا بكم في ليان زواج. او داخل المغرب خارج المغرب كتوصلك السلعه ديال محالك، مرحبا بك. بغيت تزيد كازا كاع تواصل معنا غنوصلك السلعه ديال المحل. كيف ما قلت لكم اخوت، هاد الاثمنه اللي كيبيعها السيد اثمنه ريزونابل. دونك راه كيف ما قال لكم في الفيديو، كاين اثمنه ديال الجمله بوحدهم واثمنه ديال التسقيط بوحدهم. دونك راه تاخذ الكونتيتي اللي بغيتي انت، راه غير 500 درهم تقدر تبدا بها. انا ملي كنقول لك 500 درهم تقدر تبدا البروجي ديالك، والنيميرو تليفون عيطوا ليه. هذا راه ماشي اشهار، وانما غير فيديوهات تحفيزيه كنبارطاجي معكم هاد الفيديوهات اللي كيستهدفوا. دونك حنا فهمت عزيزي، الانسان دائما كيبغي يدير البروجي ديالو. داكشي علاش انا اليوم جبت لكم ما بين احسن البروجيات وانا البلاصه. نقول لكم غير السلام عليكم، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو.